بس انت ما قلتليش. كنت ناوي كل ما اجي اقول لك الكلام بيتوه مني يعني بيروح مني الكلام كده. حسام كلمني عنك كتير وكان نفسي اشوفك واقعد معاك. وديك شفتيها يا حبيبتي، اخيرا شفتوا بعض. اصل ايه الحقيقه بقى، احنا الاولاد كنا متوعدين كنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، والغريبه في الموضوع ايه؟ هي زملكاويه وانا اهلاوي. اهلاوي وزملكاوي ايه؟ الاهلي والزمالك طلعوا من الدوري من زمان. طلعوا؟ وطلعوا ازاي من غير ما يقولوا لي؟ على العموم فرصه سعيده قوي يا ايمان. انا بقول ايه بقى، بلاش نخرج النهارده ونقعد احنا الاثنين مع ايمان. لا لا لا، انا مش عايزه وجودي هنا يضايقه. انت تاخد خطيبتك تفسحها وتتبسط. لا لا لا، مفيش داعي. لا والله لا يمكن، لازم تخرجوا تتفسحوا. طب تعالي معايا. معلش بقى، اصل انت عارفه انا لسه جايه من السفر وقدومي. طبعا عندك حق، تعبانه وجايه من السفر مش كده؟ طب انا احنا ايه، نروح الشيراتون ناخد كده حاجه ساعه ونرجع، مش هنغيب، هنرجع على طول. لا لا، انا مش عايزاكم تستعجلوا ابدا، خد راحتكم على الاخر. يا سلام يا حبيبتي يا ملاك انت. يلا يا ناهي، يلا حبيبتي يلا. يلا على فين؟ على الشيراتون. عيب يا حبيبي، حد يروح الشيراتون وهو لابس كده؟ ثانية واحدة، هلبس واجي حالا. تعرفي يا مدام ناهد، انت اجمل بكتير قوي من السينما. ميرسي يا حياة قلبي، وانت كمان لذيذة موت. كان نفسي اقعد معاكي شوية. وانا كمان، بس معلش بقى المرة. انا هاجيلك زيارة مخصوص. ان شاء الله، عن اذنك دقيقة واحدة وجاية على طول. اتفضل. ايمان، مفتاح الشقة عندي في الكومودينو هنا، اخرج من هنا تقفلي على روحك. مش عارف النحس اللي انا فيه، صبحت بوش مين النهارده مش عارف. بس لقيتها. ايه اللي لقيتها؟ شقه نقعد فيها انا وانت لوحدينا. شقه دي يا حسام، احنا مش قلنا هنروح الشيراتون. شيراتون ازاي يعني؟ بس بقى بعد 148 ساعه طيران اقعد مع هدهد حبيبتي في الشيراتون. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها انك ناهد شريف، ما اقدرش اقعد معاك في مكان عام، هيتلموا علينا المعجبين بتوعك، وانا بصراحه بقى دمي بيغلي. كمان انت لسه متطلقه حديثا، ما يصحش انا وانت نقعد في مكان عام لوحدينا. وايه يعني؟ واحنا مش حاليا ما نقدرش. ليه؟ الشرع بيقول كده يا ناهد، لازم نقضي شهور العده بتاعتك. انا خايفه تكون بتضحك عليا. اضحك عليكي؟ اخص عليكي يا ناهد. انت ما عندكيش فكره العذاب اللي انا ببقى فيه وانت بعيده عني. كل ركاب الطياره بشوفهم ناهي، كل ست في الدنيا بقابلها بتبقى ناهي، كل حاجه حلوه بشوفها قدام عينيا بتبقى ناهي. العموم نمرتي سهل، من الشمال لليمين 5 4 3 2 1، ولو قريتيها من اليمين للشمال 1 2 3 4 5. عشان اديكي شنطتك واخد شنطتي، لكن انت بقى كنت سرحانه في اللي خلاكي تعيطي. قعدت انده عليكي وانت ولا حاسه بيا، خدت تاكسي وجريت وراكي وانت ولا حاسه بيا، خليت التاكسي بتاعي يزمر للتاكسي بتاعك وانت ولا حاسه بيا، لكن عرفت عنوانك من سواق التاكسي بتاعك هو اللي دلني، لكن ما عرفتش انت ساكنه في انهي شقه. قعدت اخبط على كل الشقق، الناس تقول لي انت بتدور على مين يا استاذ؟ اقول لهم على الانسه اللي مش حاسه بيا. افتكروني مجنون، واخيرا وفي العش الجميل ده لقيت الانسه وحاسه بيا. اتفضلي. شنطتي. ميرسي.
يعني لو ما كنتش جيت كنت هتتصلي بيا في 5 4 3 2 1 او 1 2 3 4 5. الو، مين يا فندم؟ كابتن حسام من فضلك. مش موجود يا فندم، خرج. وحضرتك زعلان كده ليه؟ لان في طيار زميله ما جاش وهو لازم يطير بداله. الطياره جاهزه والركاب فيها. ارجوك يا مدام. حاضر، هبلغه على طول. حبيبتي نهد معايا وعايز احسم روحي في شقتك ساعتين اتنين بالعدد. انا اسف. اسف حسام. اسف ليه؟ عشان انا عندي ميعاد دلوقتي. ايوه لازم اقابل خطيبتي دلوقتي حالا. ايوه خطيبتي غريبه اخدك اوز. ده ايه النحس اللي انا فيه ده؟ ايه؟ لا بتكلم مش شيراتون. مش شيراتون. ايه؟ هتفوت تديني المفتاح؟ متشكر يا حسين يا اخويا، متشكر، متشكر قوي يا حبيبي. الو حسين، هتيجي بعد قد ايه؟ ربع ساعة عال فل، هروح مشوار واجي لك في البيسين. في البيسين في الشيراتون، اوعى يا حسين. متشكر حبيبي، متشكر. تاكسي! تاكسي! الشيراتون يا أستاذ. انزل البلد يا أستاذ. يا أستاذ من فضلك. أنا بقالي نص ساعة مستني تاكسي. وأنا كمان مستعجلة جدا. أنا اللي ندهت عليه الأول. لا بقى، أنا اللي ندهت عليه الأول. ما تزعلوش نفسكوا، الفوطة أهي. اتفضلوا انزلوا. عاجبك كده؟ اتفضلي معايا. ايه على فين؟ على قسم البوليس. قسم البوليس ليه؟ نعمل محضر اثبات حاله. اثبات حاله؟ ايوه، نسبه الاضرار الماديه والادبيه اللي سببتها لي. وعشان ايه بقى ده كله؟ لاني ما خدتش التاكسي. ما في مليون تاكسي غيره. لا لا يا مدام. يوه انسه من فضلك. احسن. لا يا انسه، انت مستقصداني. اخدت شنطتي وروحت بيها، وبعدين اخدت التاكسي اللي ندهت له. كل ده وقت ضاع عليا، وانا كرجل اعمال ماشي بمواعيد، الدقيقه عندي ليها تمن. فبما اني مش هوصل في ميعادي، فالصفقه اللي كنت هعقدها ضاعت مني، وبكده سمعتي في السوق باظت، ومحدش هيثق فيا، هتقل معاملاتي، وشويه شويه هفلس واتفضح في الجرايد. فلما نثبت الحاله اقدر ارفع قضيه واخد حقي. يا استاذ اعمل معروف، انا مش فاضيه لك، عاوز اروح ادور على اخويا. نروح سوا، واما نلاقيه بالسلامه نوصل لاقرب اسم بوليس ونعمل المحضر. تاكسي ايدك. تاكسي ايدك. ما هو يا انسه، لو كل واحد عمل زي حالاتي وصمم انه ياخد حقه، البلد هتتصلح والناس هترتاح، ما يبقاش فيه لا ظالم ولا مظلوم، وكلنا نبقى كويسين. على العموم ان شاء الله دلوقتي هلاقي اخويا، وهو هيديك حقك وزياده شويه كمان. اما نشوف. بس ايه؟ لقيته. فين؟ اهو. ده اخويا الكبير. اخوك الكبير؟ يبقى هو ده. مش عجوز بالشكل ده، ده شاب. شاب؟ ايوه. شاب. على العموم ما دام انت متاكده انه جاي يبقى هنقعد نستناه، وهي فرصه عشان نتكلم في محضر اثبات الحاله. اتفضلي. ميرسي. أنا سعيد جدا بمعرفتك يا أنسة، وأوعي تصدقي حكاية محضر إثبات الحالة دي. أنا بس اتحججتي بيها عشان أتعرف عليك. أعرفك بنفسي، أنا شريف حسين، مهندس بترول، بشتغل في الصحراء على طول، وجاي أجازة قصيرة 3 أيام بس. تصوري